السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحارس الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على الحارس المنتخب المغرب للفوتسال، يعني وين تحدث يعني وخاصة هذا الحارس يعني وين قال سوف نظهر بوجه مختلف يعني أمام البرتغال، يعني بعد الفوز مرتين يعني على باكستان وبنما، وين قال الحارس المنتخب يعني بعد الفوز المحقق أمام بنما، وين يتوعد بوجه يعني مختلف أمام البرتغال، ونتمناو لهم المزيد، وخاصة هذا الحارس الذي كشف على إمكانيات كبيرة أمام باكستان وأمام بنما، وخاصة أمام باكستان في الشوط الاول والشوط الثاني، يعني في المباراه تاع باكستان وين شاهدنا الشوط الاول وانتهى بهدف لصفر، يعني وين هو اللي حافظ على النتيجه مكتسبه يعني في الشوط الاول. الشوط الثاني كان له يعني بعض التدخلات انه تلقى يعني هدفين، لكن وين نقولوا باللي وين لعب دور كبير عندما كان يمر المنتخب المغربي يعني في اوقات صعبه في بعض الاحيان، وشاهدنا في الدقائق يعني وين المنتخب المغربي امام باكستان وين مر في مرحله صعبه، يعني كيما بنما فانيك غلا سبحان الله عليا. وكشف الحارس المنتخب المغرب للفوتسال يعني عبد الكريم صاحب 35 عام عن أهمية الفوز على المنتخب باكستان يعني وأمس يوم الاثنين يعني وبأربعة لأربعة أهداف لهدفين بقاعة المغطاة أرينا لحساب الجولة الأولى من منافسة كأس العالم المقامة حاليا في أوزباكستان حتى السادس من شهر أكتوبر المقبل. نتمنوا لكم يعني نشوفكم لوسيس إن شاء الله بربي. وبعد الفوز امام بنما بالاداء والنتيجه يعني وين سبحان الله 6-2 6-3 يعني كان يعني لو لا الاداء لكن شلنا الاهداف، رغم ان بنما وين حاول لكن يعني وين في بعض الاحيان وين نقولوا باللي دار صعوبات المنتخب المغربي، لكن يعني بخبره اللاعبين المنتخب المغربي والمدرب الكبير هشام دقيق وعبد الكريم صاحب الخبره الكبيره والطويله كحارس مرمى يعني اللي فوتسال، ودار يعني متكلم عن وين دار تصريحات وقال ان المنتخب المغرب للفوتسال حقق اهم بتجاوز يعني عقبة المنتخب باكستان وبنما وانتزع 6 نقاط أمام منافسين خاصة منافس يعني باكستان قوي يعني وكان ولكن أمام بنما وين عرفوا كيفاش وين عرفنا كيف نسير المباراة رغم بعض يعني الأخطاء التي يجب تصحيحها. يعني وقال في انتظار خوض المباراة يعني تاع البرتغال، وأضاف لم تكن المباراة سهلة أمام بطل آسيا، لقد خلق منتخب باكستان لنا عدة متاعب لكننا نجحنا في التغلب عليه بفضل القتالية لاعبينا وإصرارهم على الفوز. وكانت المباراة الثانية يعني كنا في المستوى يعني من اجل حسم المباراه مبكرا، لكن بعض الاخطاء يعني وبعض يعني الهفوات وين تركت المجال للخصم بنما في وين في بعض الاحيان وين كيما قال لك شاهدنا بعض الاخطاء يعني وين. وتابع الحارس عبد الكريم بشأن الهفوات المرتكبة والأخطاء الواردة في كرة القدم، والحمد لله إنها لم تكن مؤثرة وكثيرة، وسنعمل على تصحيحها مستقبلا، وسنظهر بوجه مشرف في المباراة الثالثة ضد البرتغال، خصوص أننا سنخوضها بمعنويات مرتفعة جدا بعد يعني الفوزين على باكستان وبنما يعني في المباريات الأولى والثانية. وحاول يعني وحول حظوظ المنتخب المغرب في التأهل يعني للربع النهائي، قالوا لا نسبق الأحداث، نحن نلعب مباراة بمباراة يعني خاصة أننا تأهلنا إلى الدور الثمن النهائي. وأوضح الحارس أن ذلك لم يتضح يعني بعد، يعني يتعين الفوز على المنتخب
وتحقيق المرتبة الأولى لتحقيقها رسميا وأرضا قائلا يعني يلزمنا التركيز أكثر في المباراة القادمة، ونسأل الجميع الدعاء يعني الدعاء لنا من أجل تحقيق أفضل نتيجة في المونديال. واختتم الحارس يعني المتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة ضد باكستان، و يعني حديث حديثه كشفا وإن طبقنا تعليمات المدرب هشام دقيق وحققنا الأهم بالفوز على المنتخب القوي يعني وإن باكستان ومنتخب بنما. بعد مجهودات كبيرة سنواصل العمل من أجل بلوغ يعني الغاية الكبرى. أما الجوائز الفردية فلا تهمني بقدر ما أهم يعني ما يهمني بالنسبة إلي هو الإنجاز الجماعي، كما يعني كما أن جائزتي جاءت بفضل العمل الكبير الذي بذله الجميع اللاعبين داخل أرضية الملعب. يعني وين نقولوا بلي المنتخب يعني المغربي وين في الطريق الصحيح لحد الساعة، يعني وين يعني وين توعدون بالظهور بوجه يعني حقيقي. يعني من نقولوا بلي بوجه حقيقي يعني من الغاليات فوتوا غادي نقول لك هذه يا خويا وين المنتخب يعني المغربي اللي خاصة أنا ما نكذبش عليكم كاين أنا عندي ثقة كبيرة في هذا هو المنتخب يعني وين عنده خبرة لاعبين عندهم خبرة سبحان الله هذه يا خويا عابين يكسبوا خبرة ونتمنوا لهم إن شاء الله يوظفوا الخبرة تاعهم في الميدان على أرضية الميدان وينقصوا شوية من كيسموها يا ربي ينقصوا شوية من الأخطاء لازم هنا تدخل يدخلوا ويدخلون في المدرب يعني وين يعطيهم تعليمات يعني الأخطاء شوية شو نقطة الضعف راهي في الأخطاء تاع المنتخب المغربي هذه هي كاين نقطة ضعف شوية مع غياب هذاك اللاعب البقالي وكلش راهو لي هذوك هذا واو هذاك واو أيوا ذاك كفانك الشعراوي شعراوي أمام بورتغال أمام إسبانيا أمام كي تجيك الفرصة سجل خويا سجل كي تجيك الفرصة كانت زيارة مكاش تسامح هذه هي لازم 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 خويا لازم غادي يا ما راح تترك ليبيا هذيك على بالك شو بيرياض ربنا عمري يا بيرياض خاص ربنا عمري يا غادي يدير خويا ما دير على الله. المهم الحارس هذاك وين مليح حارس تاع المنتخب المغربي وين يقدم مستويات يعني في القمة ما عندك ما تحضر انا نقول لك
يعني مليح على الله، كلش على ربي مش تعرفها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.